دابا كتسمعوا باباراتزي مع شهرزاد على شدة. جا الوقت نستضفوا ضيفنا. اكيدي ما في البال ضيف اليوم شاب مغربي مبدع رغم صغر السن إلا أنه قدر يقدم أكثر من عمل ممتع ومقنع في نفس الوقت. اسم كيواصل سلسلة نجاح اللي بدأها من مدة قصيرة محاولة لأخذ مكانة وسط كوكبة الأسماء الشهيرة. أنا قلبي عسكري ما يبغيش بلشواري، والله قلبي عسكري ما يبغيش بلشواري. فنان شاب يعيد بالكثير وبعطاء مميز ووفير في ظل قدراته الصوتية اللي كتستحق تشجيع وكل تقدير. شاب شافوا الجمهور على الكثير من المنصات واستمتع بأغانيه في الكثير من المرات دون إخفاء إعجابهم بالكثير من الإطلالات اللي بسمع ليها بدر صبري. ضيفنا هو بدر صبري. ونهني راسي شربها من كاسي نرميها في الباسي وندير منها بلاش. ونهني راسي شربها من كاسي نرميها في الباسي هي اللي درت علاش بلاتي بلاتي. بدر صبري مرحبا بك. الله يحفظك، عجبني بزاف هذا الميلونج ديال اغاني كاملين. مرحبا بك. صافا شكرا بزاف اختي شهرزاد، شكرا على هذه الاستضافه، شكرا للجمهور ديال شدا اف ام. مرحبا بك وليا شرف بانني نكون هنايا. مرحبا بك. مرحبا بك بدر. صافا كلشي لاباس؟ الحمد لله كلشي. هو هذا لا شانسون بلاتي بلاتي يلا خرجت دابا 4 ايام راه غادا الحمد لله. وراك انت غادي بلاتي. بلاتي بلاتي لا ديرنيغ شونسون هي اون اني ياك هادي عام تقريبا عام. شهر 4 عندي معاه تيكونوا معاه ديما ذكريات زوينه، ديما كنخرج عمل جديد مع لانيفيرسير ديالي. مع فوقاش لانيفيرسير ديالي؟ يلاه دازو البارح. جويوز انيفيرسير. يلاه نغنيو ليه. جويوز انيفيرسير، جويوز انيفيرسير، جويوز انيفيرسير بدر، جويوز انيفيرسير. صحة وسلامة. شنو كتمنى يكون في هذا العام؟ اشنو بغيتي يكون في هذا العام؟ يوقع لك هذا العام تمنيتيه في العام اللي فات وما وقعش، وشنو كتمنى ما يوقع لكش هذا العام؟ داكشي اللي عشتيه ذاك العام. فهمتي السؤال ديالي؟ فهمت ولكن اللي كنتمنى اول حاجه هي الصحه والسلامه، هي المهمه. وكنتمنى رضات الوالدين، الله يخلي الوالده ديالي والوالد ديالي، الله يخليهم ليك. وتنتمنى العام الجاي باش يزيدوا يرضوا عليا اكثر من العام اللي قبل منه. بينما العام اللي فات ضيعت بزاف ديال الوقت، تنتمنى ما نضيعوش هذا العام. فاش ضيعتي الوقت؟ ضيعت بزاف ديال الوقت لان تقريبا عام ما خرجت حتى شي عمل. ماشي ما كاينينش ولكن كانوا بزاف وربي ما كتبهمش، كل حاجه بوقتها. فالحمد لله جات، خدمت بزاف يعني اعمال، كنت حتى نوصل للماسترينغ وتنوصل نصور الكليب وتاني لهداك الشيء كامل، عاودت نت من جديد زعما ما كاينش المشكل وخرج الحمد لله. بلاتي صعيب المجال الفني بزاف بزاف، ولكن الصعوبه ديالو هي الحلاوه ديالو، زعما تما فين كتجلى. لان من بعد كيف ما كنا تنهضروا خارج لونطين، زعما من بعد تتبقى هادشي غير ذكريات زوينه. ايه هو لو باساج لو بلو بو باساج في الحياه، هو داك لو باساج اللي كتبغي تطمح فيه، اللي كتطمح فيه وكتبغي تحقق فيه الحلم. فاش كتوصل تحقيق الحلم صافي راه حققتي داكشي اللي بغيتي، ولكن اللي زوين هو داك لو باساج. هذاك لو باساج عنده حلاوته بوحده، كطوح كطيح كتنوض. شحال مره طحتي هذا العام؟ بصراحة ما اعتبرتهاش طيحة لان نمت دغيا زعما. هو 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 ليشيك اون جينيرال هو لو ديبي دو لا ريوسيت، داكشي اللي كاين. وإلا ما صدقاتش في الأغنية هادي غتصدق في اللي جاية واللي من بعد منها، ولا ما توفقتيش في أغنية غتوفق في أغنية ماجية. داكشي اللي كاين، ومنين كتوفق في وحدة كيتهزوا كاملين هذوك اللي خدمتهم. الحمد لله أنا فخور بالأعمال ديالي. سبعة الأغاني بروفيسيونيل من التوزيع من الماسترينغ جوج كليبات. انا فرحان بزاف لان عندي هاد لي مويان ديالك صبري. تقريبا الاولين بلي مويان ديالي، اللي قبل منها باغا تعيش ماشي لي مويان ديالي. وهذه كان تعاون بيني وبين المنتجه ساميه السباعي اللي كانوا جلال تحيه. ساميه اللي تعتبرها الاخت ديالي، حتى ما معتبرهاش كمانجر ولا معتبرها كبروديكتريس، بينما معتبرها الاخت ديالي، اخت ديالي الكبيره اللي كتعاوني هي والعائله ديالها. شكرا بزاف ساميه. صافي، ولكن فخور بسبعه ديال الاعمال ديالي، لان باش كنسمعهم كنعاود ندير بلاي ليست داكشي كامل. كنلقى راسي بان واحد النهار كنت نحلم غير باش تكون عندي غير اغنيه واحده. الحمد لله دابا مع الوقت عندي سبعه، راه ما يمكنش.
حنا كنتمنوا لك التوفيق. شكرا. نهضروا على بزاف الامور، نهضروا على لا شونس، على الكليب اللي حمق شويه ياك. ياك انت حمق، انت حمق تتشبه الكليب. تنشبه الكليب. خصك الفنان خصو يكون حمق. صبري خصك لك بدر ولا صبري؟ انا سميتي بدر الصبري، حاولت بعض المرات تنقول غير صبري بوحده لان هي اللي كتجي خفيفه. صافي يلا صبري 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 عليك صبري. دابا كتسمعوا باباراتزي مع شهرزاد على شدة. باقي ضيفنا بدر الصبري. بدر الصبري مرحبا بك معنا. يحفظك. شكرا. عاود الحمد لله كلشي لاباس. من دابا شويه غنلعبوا انا وياك صبري، غنعطيك جوج ديال الخبارات وغتغنيهم بطريقتك. صافي. من دابا شويه غنسمعوا لا شونسون ديالك بلاتي. عاودي على لو كليب اللي كان حمق. لو كليب، لو كليب هو بالنسبه ليا فهو مرحله وحده اخرى من غير من غير الأغنية. من غير الأغنية، لأن الكليب خدينا فيه الوقت. ولكن الميساج اللي بغيت نوصله بالكليب بأن كاين واحد الكذوب، كاين واحد النفاق. فين عندكم؟ لا ماشي عندنا، زعما انا تنهضر على المجتمع. كاين واحد المجال الفني داكشي هو هذاك. داكشي ما عرفتش، مازال ما وصلتش لواحد المنطقه ديال القوه باش نهضر على داكشي. ولكن ينفع تجي الوقت ونحس براسي بانني قادر نهضر. ما عادش تهضر، ما عادش تهضر. لا غنهضر. تقول لي كلشي زوين وكلشي، ما عادش تهضر. علاش علاش تقدر تقول كلشي زوين؟ تخاف لا تخسر شي صحاب، تخاف لا تخسر شي ناس. ولكن من الاحسن تكون ستريكت. اللي بغاك مرحبا، اللي ما بغاكش مرحبا. في الكليب بغيتي توصل، قلتي وصلنا لواحد الوقت لي وصلنا لواحد الوقت اللي بزاف ديال الكذوب داير بيناتنا، اللي ما بين الولد والبنت دايرين ابار لي غولاسيون. في الحياه اليوميه كاين بزاف ديال الكذوب، كاين بزاف ديال النفاق، وحاولنا ناخذ هذيك الفكره ونلعبوا عليها. ولكن بغيت نوصلوا واحد الميساج واحد اخر، هو بان بغينا نخلقوا واحد الموجه جديده في الكليبات. واخا ما عندناش، خدمنا بامكانيات اللي بسيطه بزاف، ولكن تعاوننا وكان عندنا فكره. بينما ما درناش كليب جبنا البنات، اربعه البنات وطوموبيل، ومشينا تصورنا حدا البحر وبدينا تنشطحوا وبدينا تنديروا داكشي وكنغنيو مع الاغنيه. ولكن بينا بان ما عندناش وعندنا فكره، ولكن نهار يكون عندنا زائد الفكره تقدر تكون شي حاجه كبيره. البنات والطوموبيل كنشوفوا بزاف ديال الكليبات دابا اللي ما عندهم لا قصه لا حتى شي حاجه. كنلقى بان غير غنى حدا البحر في لابيسين في فيلا كتكريها ب 2000 درهم النهار. ما كاينش فكره، ما كاينش ايدي. حنا حاولنا نخدموا على ايدي. ما كاينش ستوري بور، ما كاينش ستوري بور. ما كاينش ستوري بور. ولكن هذا الكليب انا كنت ركزت باش يكون ستوري بور، هادشي اللي كان من الاول حتى الاخر. واخا الاخراج ديال خويا غسان بوحيدو اللي كنوجه له التحيه، ومدير التصوير عبد الرحمن العالمي، خدينا الوقت. ولكن انا باش تقترح عليا ستوري بور كنت تنفكروا في بالي، ما كنتش كان تيضحكني، ولكن ما كنتش نتخيلوا بانه غيجي كيف ما تخيلنا. ولكن الحمد لله صدق كيف ما تخيلنا، كيف ما تنعاود واخا ضعف الامكانيات، ولكن حاولنا نخرجوا ها شكون حنايا، لان باش تعطينا الفرصه وباش تعطينا الامكانيات نقدروا نخرجوا شي حاجه اللي كبيره كبيره بزاف. وهذا الشيء جاي ان شاء الله في طريق، وغادي تشوفين ما عليكم الا تمشيو تشوفوا لو كليب ديال بدر صبري في لاشين يوتيوب ديالك. لاشين يوتيوب صبري اوفيسيال. صبري اوفيسيال، صبري اوفيسيال، ولا شونسون اسمها بلاتي. نمشيو نسمعوها. دابا انت غتاخذ لا كاسكيت ديال مقدم برامج وغتقدم الاغنيه ديالك على اعلى. كنعرف. يلا نقدم الاغنيه ديالي، ولكن احسن اذاعه في العالم هي شاده، ما تنساش. يلا إذا المستمعين الأفاضل ديال شدا اف ام، غادي نبقاو وغادي نسمعوا أغنية جديدة ديال الفنان بدر الصبري من كلمات أيوب أزيد وألحان أيوب خربوش، دائما عبر باباراتزي بلاتي بلاتي. ونرجعوا لكم المر الأغنية. ليتس جو. برافو عليك والله. لا برافو عليك. لا كاين كاين شوي. أنا صافي غادي نبلوكي نمرتها بور توجور. راكي ماشي مع راسك. الله يحفظك. واه ضروري اختي. مع شهرزاد على شدا. الى تاختي بنا مرحبا بكم كاملين معنا. بدر صبري صبري غنعطيك جوج ديال الخبارات. ليتس جو. وغتغنيهم بطريقتك. الى الخبر الاول، اكدت مصادر اعلاميه ان نجاح بدر صبري على المستوى الفني قابله فشل كبير على المستوى الدراسي. اها. كتقرا؟ كنقرا ولكن انا حبست. ولكن غنرجع ان شاء الله في شهر 9. باركور اكاديميك مهم الفنان. هو مهم، ولكن الا بغيتي تختص في الفن هو شويه صعيب، لان وصلت لواحد لاج اللي خاص كدابه تشعل. ديك الساعات كمل داكشي علاش خديت هاد البوز، ولكن ينفع ان شاء الله ندير داكشي اللي بغيت غادي نرجع ان شاء الله. الله يوفقك. يلا مشينا. اكدت مصر أكدت مصادر إعلامية أن نجاح بدر الصبري على المستوى الفني
قابله فشل كبير على المستوى الدراسي. برافو عليك. يلا يا سعيد فنان الشاب بدر صبري المشاركة في موسم مقبل من برنامج المواهب عرب ايدل. يستعد الفنان. ودا تعمل في الطريقة. لا دي مشي تشقورية قاع. أرحمي يا راح. يلا سير. مهم أنا جاتني في الطريقة. ودر موسيقية جيدة. يستعد الفنان الشاب بدر صبري للمشاركة في الموسم المقبل من برنامج المواهب أراب أيضا. هشوفوك برنامج المواهب إن شاء الله إلا جات الفرصة علاش لا ما غاديش نخليها. انت يا شفناك بأن ما كنتيش برنامج المواهب بديتي لكاريير ديالك بوحدك. بديت ديريكتومون زعما كنت تنغني بيني وبين راسي ففجأة لقيت راسي كندير لي سينجل ديالي ديال لي كليب ديالي. اون فوا كتدخل في العالم ديال لي كليب وفي العالم ديال لي سينجل خاصك شاك سيمو تلونسي شي حاجة. فبقيت تابع هذيك الروتين. انا ما سوقيش ولكن شون ستور خاصني لونسي زعما يوقع اللي بغى يوقع والحمد لله حتى لقيت هذا الشيء بزاف عندي. شنو كتعطيك شنو كيعطيك برنامج المواهب؟ ما كتعطيش لك لا كارير بوحدك. برنامج المواهب هو تيدير لك واحد انتشار واسع في واحد المده اللي هي قليله بزاف. بينما الكارير تقدر دير لك انتشار ولكن من بعد واحد المده اللي طويله. ولكن الا تجمعوا بجوج تيكون الاكل ديالو دغيا دغيا زعما. الا كانوا عندك دي سينجل ودي كليب ومشيتي كملتي في البرنامج ديال المواهب فهذا بحد ذاته هو النجاح اللي كيتمنى اي واحد. واخا صبري عندك سبعه ديال الاغاني. سبعه. شنو اكثر اغنيه قريبه لك؟ كيعجبني سول هذا السؤال. بلات البنات هي اول اغنيه. شنو كتقول؟ راكي ديما في البال اه يا لاله البنات واخا رجوعك محال اه يا لاله البنات وراكي ديما في البال اه يا لاله واخا رجوعك محال اه يا لاله البنات اه يا لاله البنات. بدر صبري لاله البنات مرحبا بكم بابا غادي. دابا كتسمعوا بابا رادزي مع شهرزاد على شدة. إلى عاد تختو بنا وصلنا لفان دي ميسيون. دائما مع الأحباب دغيا كدوز الوقت دغيا دازت الوقت معاك صبري. شكرا لأنك كنتي معنا. شكرا بزاف على الاستضافة. كنتي بغيتي نسولك سؤال وما سولتوش ليك؟ كنتي بغيتي نسولك سؤال وما سولتوش ليك؟ لا لا كل شيء وهذاك ما والحضور ديالي في شدة اف ام وفي شهرزاد فهو شرف ليا كبير. شكرا بزاف لكل الطاقم اللي متيبانوش. مرحبا بك وصحابي وان شاء الله نتمنوا باش ما تكونش الاولى والاخرى فيما يكون الجديد ان شاء الله شدا اف ام. مرحبا بك توفيق. ميساج الناس اللي كيسمعونا تحيه للمستمعين ديال شدا اف ام ونتمنى ان شاء الله باش تدعموني وتابوناو عندي بدر صبري وان شاء الله تنوعدكم بان ما يكون غير الخير وما كاين غير الجديد وكيف ما خلى امينيكس ما كاين غير الحب ان شاء الله. شكرا لك بدر صبري. شكرا انتم اللي كنتوا كتسمعونا انتم اللي كنتوا متابعينا في لاباج اوفيسيال شدا اف ام اوفيسيال. هيا يلا كاميرا ديالك هي هادي يمكنك تسلم اليوم. شكرا لكم كاملين. شكرا لحسن في التصوير. شكرا المهدي في الاخراج. كنت معكم انا شهرزاد مروان وجود في الاعداد. بقى لينا نشكركم. تلاقاو دومان في بابا غادي على شدا ابارتيغ دو جودي غنكونوا في بيروت في التغطيه الحصريه لموريكس دورف دورته 18. شكرا لكم دومان. سلام عليكم.